بسم الله الرحمن الرحيم. Now we will start lecture 2 about neoplasia. In this lecture, we will cover the characteristics of benign and malignant neoplasm, and we will discuss the pre-malignant conditions, and we will discuss the mechanisms of malignant tumors separate. يعني بعد ما أخذنا بالمحاضرة الأولى تعريف التومرز وعرفنا أنه التومرز هذه قد تكون benign أو malignant وعرفنا كيف نسمي هاي الأورام إذا كانت benign كيف تسمى وإذا كانت malignant كيف نسميها. هسه شنو هي الكاركترستكس؟ ما هي الخواص أو ما هي الصفات اللي على أساسها سمينا هذا الورم benign وشنو هي المواصفات اللي على أساسها سميناها malignant؟ إذا أكو بعض الفيتشرز أو بعض الكاركترستيك فايندينج. بعدين راح ننتقل إلى موضوع آخر وهي ما هي البري malignant conditions؟ ما هي الحالات اللي ممكن تسبق عملية المالجنسي؟ إحنا نسميها predisposing factors أو predisposing conditions أو pre-malignant conditions. وبعدها راح نجي نفهم ميكانيكية انتشار الأورام الخبيثة. إذا بالبداية إنه كيف نفرق بين البناين والمالجنت؟ طبعا اللي هي تعتبر هذه واحدة من يعني أصعب أو أهم المهام اللي يقوم بها الهيستوباثولوجيست، إنه كيف يفرق النسيج اللي عنده، هل هو طبعا بالبدايه هل هو نيوبلاستيك او نون نيوبلاستيك. يعني كثير من الاحيان تجي بايبسي ولازم الهيستوباثولوجيست يعني يشخص او يفتي بها انه هي هاي، هل هو تيومر، هل هو ورم، ولا هو اصلا انفلاماتوري كونديشن ورياكتيف كونديشن والى اخره. بعدين اذا قدر يعرف انه هذا تيومر او ورم، هل هو بناين تيومر ولا مالجنت تيومر. هاي هي طبعا هي هاي يعني احنا نسميها يعني اهم وظيفة يقوم بها الباثولوجيست، هو معرفة النسيج اللي عنده هل هو نيوبلاستيك أو نون نيوبلاستيك، وإذا كان نيوبلاستيك هل هو بناين أو مالجنن. وطبعا بشكل عام أكو بعض الخصائص، وطبعا مع أخذكم للسيستميك باثولوجي راح تتعرفون على كثير من الخواص الأخرى والفاسيليتيز أو الطرق الأخرى في التفريق. أهم شيء بالتفريق بين البناين والمالجنن تيومرز هو الاعتماد على degree of differentiation أو ما يسمى بالgrading، الاعتماد على rate of growth، الاعتماد على local invasiveness، والاعتماد على distant spread. طبعا بالبداية شنو معنى differentiation؟ مثل ما عرفتوا انه differentiation هو التمايز. يعني شنو التمايز؟ يعني مدى مشابهة الورم الى النسيج الذي نشأ منه. زين؟ It refers to the extent to which neoplasms resemble their parenchymal cell of origin both morphologically and functionally. زين؟ يعني مدى مشابهة الورم إلى النسيج الذي نشأ منه الورم. من أي ناحية مشابهته؟ مشابهته من ناحية الشكل والوظيفة. فإذا كان عندي نسيج مشابه بدرجة كبيرة إلى الخلايا التي نشأ منها شكلا ووظيفة، نسميها good differentiation أو well differentiation. يعني نسيج يعني متمايز بشركة جيدة بدرجة جيدة أو ممتازة. عملية التمايز أو عملية differentiation يكون بدرجة ممتازة أو بدرجة جيدة، نسميها well differentiation. العكس من ذلك، إذا كان عندي تمايز بشكل سيء نسميها poor differentiation. يعني لا يشبه النسيج الأصلي لا من ناحية الشكل ولا من ناحية الوظيفة. فإذا differentiation معناته resemblance of the tissue of origin and sometimes it is typical to the tissue of origin. هذا من خواص البنان التيومر، خاصة مثل تذكرون في سلايد اللايبوما. اللايبوما فاتي تشو تيبيكال فات، يعني من اجيب لك اياها بواحدها تقول هذا فات، لكن من مسوي ماس سميناها لايبوما. فاذا النسيج الحميد دائما او غالبا ما يكون مشابه الى النسيج الذي وشأ منه بدرجه كبيره، حتى احيانا تيبيكال يعني نفسه سموث مصر نفسها، فسميها لايمايوما او لايبوما، او كارتج نفسه نسميه كوندروما، او البون نفسه نسميه اوستيوما والى اخره، او حتى الجلاندولار تيشو نسميها ادينوما. فالديفرنشيشن يكون بشكل ممتاز او تيبيكال تو ذا سايت اوف اوريجين. الورم الخبيث عاده الديفرنشيشن ممكن يكون جيد بل ديفرنشيتد، وممكن يتدرج الى الاندفرنشيشن او ما يسمى اللي قلنا عليه الانابلاستيك. اذا الورم الخبيث قد تكون خلايا مشابهه الى النسيج الذي نشا منه، وبالناحيه اخرى قد يكون يختلف عنها بشكل كلي. زين؟ فإذا تتدرج من الwell differentiated إلى moderate differentiated, poorly differentiated and undifferentiated. إذا differentiation واحدة أحيانا ما ممكن يفرق لنا، خاصة بين البناين وبين الwell differentiated tumor. هاي يصير عندنا كثير بالسكن نقول هي هذا شنو
مثلا بناني تيومر ولا هذا ويل ديفرنشيتد مالجننت. احيانا يعني نقع بهاي الحيره في تشخيص بعض الاورام. النقطه الثانيه هي الريت اوف جروث، يعني معدل النمو. زين البناني تيومرز عاده تكون بروجريسيف سلولي جروينج، زين sometimes can stop or regress even sometimes. احيانا مع تقدم ممكن احيانا يصير فيها بعض الريجريشن او احيانا ستوبج زين، او احيانا تستمر بالجروث بشكل سلولي. زين طبعا عمليه الجروث تتطلب شنو؟ انقسام للخلايا، وعمليه انقسام الخلايا تعني وجود عمليه مايتوسيس. المايتوسيس هو يعني اللحظه التي يتم فيها انقسام الخلايا او الخليه الواحده الى خليتين، فبالتالي من يكون الجروث بطيء عمليه ايجاد الميتوتيك فيجرز راح تكون جدا صعبه، فتكون رير ميتوتيك فيجرز، يعني ما راح نشوف كثير من الخلايا التي تنقسم لانه نمو المرام يكون بشكل بطيء، فعمليه الميتوسيس راح تكون رير، وحيكون الريت اوف جروث اوف تشو يعني تقريبا طبعا سلو. وايضا الميتوسيس مو فقط رير وانما ايضا نورمال ميتوتيك فيجرز، يعني عمليه الميتوسيس تتم بشكل طبيعي و وبدرجة منخفضة مقارنة بالأورام الخبيثة. الأورام الخبيثة تكون أحيانا بطيئة وأحيانا تكون سريعة، زين حسب slow to rapid. والميتوتيك فيجرز عادة تكون بشكل أكثر وأحيانا تكون abnormal mitosis، يعني انقسام غير طبيعي يصير في الخلايا، وأحيانا انقسام يكون أكثر من الحالة الطبيعية أو أكثر من حالة البناين. إذا الورم الحميد عادة انقساماته قليلة وطبيعية، بينما الورم الخبيث قد تكون انقساماتها قليلة وأحيانا كثيرة، وفي كثير من الأحيان تكون الانقسامات كثيرة وغير طبيعية. زين إذا حتى الريت أوف جروث أحيانا يعني قد يكون متشابه بين بعض البنان والمالجنت تيومرز. العامل الآخر المهم وهو اللوكال انفيجن. اللوكال انفيجن بالبنان تيومرز عادة الجروث مالته كوهيزيف، يعني شنو كوهيزيف؟ يعني بشكل كوهيجن يعني مترابط. زين يعني البناني تيومر من ينمو بشكل مترابط، يعني خلايا مترابطه ما تفقد الاتصال الخلايا مع بعضها، يعني تبقى كانه خلايا متحده مع بعضها لكن قاعد تنمو وتتكاثر زين بدون ما تترك بعضها البعض الخلايا ورا. فبالتالي الجروث مالته تكون كوهيزيف اكسبانسايل اند ويل ديماركيتد، فكانه تنمو بشكل اكسبانشن بشكل متوسع، كانه عندك انت بالون وقاعد ينفخ او مثل المسبح هذا المطاطي وقاعد يتوسع. هو في عمليه اكسبانشن وليس عمليه ديستركشن وانفيجن، فقط توسع على حساب النورمال تيشو طبعا بشكل ضغط بشكل بريشر وليس بشكل اختراق. زين هذا من مواصفات البنان تيومر زين اللي هي ما تعمل انفيجن، ما تعمل ديستركشن، ما تعمل انفلتريشن اس سنجل سيلز، لان الخلايا تبقى كوهيزيف متماسكه وعمليه التوسع يكون بشكل اكسبانشن. زين بينما malignant tumors عادة تكون invasive، يعني تخترق تحطم تعمل destruction وتعمل أيضا infiltration لل surrounding tissue. طبعا local invasion شابو هو the second most reliable factor in differentiating between benign and malignant tumor، يعني صح هو يفرق لكن مو هو الأساس أو مو هو أكثر عامل يفرق. إذا شنو هو الأكثر عامل يفرق لي بين benign و malignant؟ هو الميتاستاسيس، يعني هذا الميتاستاسيس يعني ما يقبل غلط. زين في 99.9% من الحالات بنشوف عندك ورم منتشر الى مكان اخر this is malignant، يعني الا بعض النوادر اللي هي تعتبر very rare وتعتبر يعني اجتهادات خاصه، لكن هي الميتاستاسيس the most reliable discriminator between malignant and benign tumor. It is absent in benign tumor، ما عندنا benign tumor يعمل ميتاستاسيس الا بعض الاشياء اللي تاخذوها مستقبلا، لكن هي تعتبر يعني اجتهادات او حالات خاصه جدا جدا جدا، لكن يعني academic teaching there's no benign tumor that is metastasized. No metastasis. زين هنا بالmalignant tumor it is a frequent and is more likely in large undifferentiated tumors. اذا اهم عامل لتفريق الاورام الحميده عن الخبيثه هو الانتشار او الميتاستاسيس، هذا اهم عامل. زين عندي ورم بعد في بداياته ما منتشر، شلون افرق بين البنان والمالجنت؟ اجي على العامل الثاني الاهم وهو اللوكال انفيجن. اذا مسوي لوكال انفيجن وديستركشن وانفلتريشن هذا مور لايكلي تو بي مالجنت، اذا ما موجوده فنعتبره مور لايكلي تو بي بناين. اذا اهم عامل هو الميتاستاسيس، ثاني اهم عامل هو اللوكال انفيجن، طبعا وراها ندخل
ايضا يساعدنا الديفرنشيشن والريت اوف جروث. لكن من تجي اسالكم من هذول العوامل اهمها شنو؟ الميتاستاسيس. ثاني واحد اهم منه هو اللوكال انفيجن. زين، اذا هذا مثال على اليوترس، وهذا الميومتريوم مال اليوترس، هذا مثال على البناين لايوميوما، وهذا مثال على المالجننت تيومر اللي هي اللايوميوساركوما. تلاحظون البناين ويل ديماركيتد هوموجينس كاس سكشن، زين سمول انسايد ولو هي مو قاعده السمول، زين ويل ديماركيتد يعني اكثر، جروث از سلو. لاحظون يعني لو نفترض انه هذا الورمين نشأوا في نفس اليوم او في نفس اللحظه، نلاحظ انه الورم الحميد هو لا زال في حجمه الصغير، بينما الورم الخبيث واصل الى يعني حجم كبير. ما عامل انفيجن، تلاحظون التشو النورمال حواليها نورمال، ما عامل يعني ما مخترقها، ما مسوي لها ديستركشن، زين ما مسوي ميتاستاسيس، ما منتشر الى مكان اخر. الديفرنشيشن من نجي ناخذ سلايد، نلاحظ انه هي تيبيكال سموث ماسلز، زين مثل ما قلنا اكو عندنا خلايا بشكل عرضي وخلايا بشكل طولي، نوعين من الخلايا اللي اثنيناتهم يعني احنا نقصد فيهم سموث ماسل سيلز، لكن ترتيبهم يكون بشكل يعني 90 ديجري ارينجمنت. زين، على عكس المالجننت يكون لارج، طبعا ايضا مو قاعده لارج لكن بشكل عام لارج، بورلي ديفرنشيتد، عفوا بورلي ديماركيتد، من تجي تريد ترسم خط حواليها ما تقدر، هنا أنا اكو فينجر لايك، هنا أنا اكو يعني انفيجن واختراق، بينما البيناين هسه تقول لي سوي خط اسوي لك خط بهالشكل. المالجننت لا، مخترق الانسجه اللي حواليها، رابيدلي جروينج، زين نمو سريع. فهذا النمو السريع شنو ينتج عنه؟ هيموريج اند نكروسس، لانه من النمو السريع ما يلحق البلد فصل يغذي النسيج، ينمو بشكل سريع فتصير مناطق نكروتيك، زين ومصير في مناطق ايضا هيموريج ونزف داخل الورم. زين، لوكالي انفيزيف، تسوي تحطيم ودستركشن، واصل هنا ايضا للسيروز، هنا واصل للكافيتي، زين ممكن يسوي ميتاستاسيس منتشر الى اورجانز اخرى. زين، والديفرنشيشن تلاحظون تمايزه، يعني من تجي تقارن هاي الصوره مع هاي الصوره، من هي الاقرب الى شكل السموث ماسلز؟ هذا اقرب، زين هذا اكثر تمايزا، هذا اكثر تشابها للنسيج السموث ماسل، بينما هنا يعني اسوء من ناحيه التشابه للسموث ماسل اوريجين. واحد يسالني دكتور زين شلون عرفنا سموث ماسل اذا هو ما مشبه السموث ماسل؟ نقول له ممكن من ال يعني كومن سايت هالمنطقه هاي، يعني كومن يصير فيها لايما سرقه، وممكن عن طريق الاميونو هيستوكيمستري استخدم بعض الماركرز مثل اكتين مثل مايوسين مثل كالديزمون، هذول ماركرز خاصة يكشف وجود البروتينات الخاصة بالسموث ماسل سيلز، فنشوفها بوزيتيف هاي الخلايا، معناتها هاي الخلايا تمتلك خواص السموث ماسل سيل اوريجين. اذا البنان تيومرز ايضا مو فقط المورفولوجي مالتها يشبه النورمال تشو، وانما حتى الفانكشن مالتها يشبه السايت اوف اوريجين. زين، فاذا الاورام الحميدة تشبه او بدرجه كبيره النسيج التي نشات منه من ناحيه المورفولوجي ومن ناحيه الفانكشن، بينما المالجننت تيومرز احيانا they acquire unexpected function due to derangement in differentiation. اذا الاورام الخبيثه قد لا تشبه النسيج التي نشات منه لا من ناحيه الشكل ولا من ناحيه الوظيفه. فانا دائما اسمي الخلايا الخبيثه او المالجننت تيومرز هي الاورام الخبيثه المكونه من خلايا مجنونه، يعني خلايا تتصرف بشكل مجنون من ناحية التكاثر، من ناحية الاختراق، وكذلك من ناحية الوظيفة. يعني هاي الخلايا من تجي تشتغل، من نجي تفرز مواد، من تجي تعمل حتى يكون عملها غير طبيعي وغريب وغير مشابه للنسيج التي نشأت منه. لين بنان تيومرز عادة تكون well defined أو well circumscribed، لين أكو فد rim of أحيانا نسميه كابسول أو نسميه compressed connective tissue أو فد 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 يعني نوع من انواع يعني لما يعني تفتحها انت بال يعني جروسلي تشوف انه هذا فشيء تقدر تحدد الحواف ماله بشكل منتظم، بينما المالجنت تيومر يكون بشكل بورلي سيركمسكرايب. ليش يكون بورلي ديفايند او بورلي سيركمسكرايب؟ لانه مخترق حتى بالراديولوجي، يعني بالراديولوجي يعتمدون على هاي النقطه بشكل كبير، من يسوون راديولوجي للبريست او لللانج او اني اورجان، إذا شافوا في شيء well defined أو well circumscribed radiologically يعتبروه benign، وشيء إذا كان poorly defined أو poorly circumscribed يعني يروح بالهم يم المالجنسي أكثر. التريتمنت أيضا benign tumor فقط local excision that's it، يعني بس مجرد ما رفعنا الورم انتهى الموضوع وأصبح من الماضي، يعني خلاص المريض رجع إلى الحالة الطبيعية. المالجنسي tumors local excision ما يكفي، أحيانا نحتاج إلى aggressive therapies like systemic therapy if there is metastasis. فتلاحظون هاي الورم الحميد
ACOFED well-defined capsule or expansion of the tumor cells, compressing the surrounding tissue to form a capsule. بينما المالignant tumors عامل يعني finger-like projections into the surrounding tissue. زين ما أقدر أحدد حواف الورم الخبيث بشكل منتظم. هذا مثال على الفايبروأدينوما. زين طبعا الفايبروأدينوما هي حتى بالراديولوجي يكون بوب كورن لايك، تشبه البشارة أو الشامية زين أو حبات الذرة هذه، فتكون يعني بشكل منتظم زين. هذا النورمال فاتي تشو اللي حواليها. لاحظون أيضا على السلايد يعني فد ويل ديفايند كابسول، هذا الفاتي تشو، هذا الكابسول، هذا هو الفايبرو أدينوما. فايبرو أدينوما يعني جلانز وفايبرز تشو. بس تجون على الحقيقة يعني the neoplastic cells in this or this type of a tumor هي الفايبروس إليمنت، يعني هي سترومال إليمنت اللي هي قاعد تنمو وتتكاثر. هذول بالحقيقة هم مغلوب على أمرهم، يعني هذول عبارة عن جلانز قاعدين ما عندهم مشكلة، لكن الستروما اللي حواليها بدأت تتكاثر وتنمو فسوت كومبريشن. حتى تلاحظون هنا شو مثل واحد مضروب بوكس، يعني الابيتيريال كومبوننتس المفروض تكون دائري، لكن بسبب النمو الستروما اللي حواليها راح يدفعها. لكن هي كتسمية قديمة انه مشت انه هذا ميكس تيومر فايبرو ادينوما يعني جلاندولار وستروما كومبوننتس، لكن بالحقيقة يعني الجلاندولار اليمنت ما قاعد ينمو هنا، اللي قاعدين مو هي سترومال اليمنتس. طبعا هو بناين جروث اوف سترومال اليمنتس اللي يسوي لي هذا الفايبرو ادينوما اوف ذا بريست، فايت از كومبرست داكس وذين ذا فايبروبلاستيك ستروما. ايضا تلاحظون هنا مالجنسي، تلاحظون هذا ورم خبيث بالبريست، تلاحظون انه اند يعني ما ممكن يعني صعوبه نحدد اطراف الورم، وتلاحظون عندنا هاي مالجننت تيومر سيلز راح نجي نتعرف على خواصها، وتلاحظون هاي الديسموبليجي اللي قلنا عليها اللي هي عبارة عن فايبروبلاستيك ستروما اللي هي يعني تؤدي إلى أنه تحاول تحيط بالورم الخبيث وتحاول تحد من انتشاره. فتلاحظون أنه الورم الخبيث أحياناً يكون الحوافي ماله irregular pointed، يعني مثل ما واحد قاعد يدفعه يمنعه من النمو، لكن بالنهاية طبعاً الورم قاعد ينتشر وقاعد ينمو بشكل كبير. لأن أيضاً جروسي تلاحظون هاي النبل وهذا التيومر مسوي فالنوع من أنواع irregular margins and irregular يعني it is a growth of tissue with irregular borders. واحنا بنشوف هذا الجروس فيتشرز يعني شك بالمالجنسي اكثر، طبعا نستعين بالراديولوجي وبالهيستوري واذا كان اكو بريفيس بايوبسي اند سو اون. اذا المالجنت تيومرز هاف ذا فولوينج مورفولوجيكال فيتشرز اللي احنا نسميها الفيتشرز اوف مالجنسي، طبعا ات ذا سيلولار ليفل يعني على مستوى الخلايا. احنا قلنا على مستوى التشو انه اكو عندنا بول ديفايند يعني يعني differentiation أحيانا يكون poor، margins تكون poor يعني تكون يعني undefined borders مالتها، أيضا أكو local invasion أكو metastasis. هذا كمستوى نسيج بشكل عام، لكن يجي على خلايا هذا النسيج شنو هي الأشياء اللي تخليك تشك بها منه malignant؟ هاي المواصفات اللي هي جدا جدا مهمة لازم تحفظوها مثل ما تحفظون أسماءكم. هاي إحنا نسميها المواصفات الخلايا السرطانية نفسها. شنو شلون تكون هاي الخلايا؟ شنو مميزاتها؟ أول مميز لها تكون بليومورفيك سيلز، يعني شنو بليومورفيك؟ يعني متعددة الأشكال، يعني تشوف الخلايا مو بشكل واحد ولا بحجم واحد، وإنما variation in the size and the shape of cells. خلايا الورم بشكل عام مختلفة الأشكال ومختلفة الأحجام، زين؟ خلايا كبيرة وصغيرة وخلايا بيضوية وأسطوانية وإلى آخره، زين؟ اثنين abnormal nuclear morphology، نواة الخلية غير طبيعية. شنو يعني غير طبيعية؟ أول شيء عندنا hyperchromasia، يعني شنو hyperchromasia؟ يعني نواة الخلية تمتاز بلون أغمق من الحالة الطبيعية، more darkly stained than the normal nuclear. يعني نتقارن خلية سرطانية نواة مالتها تكون أغمق من نواة الخلية الطبيعية. هاي الحالة شو نسميها hyperchromasia، يعني زيادة في صبغة نواة الخلية السرطانية. زين اثنين عندنا الهاي انسي ريشيو او نيوكليور سيتوبلازميك ريشيو، يعني نسبة النواة الى السيتوبلازم في الخلية السرطانية زين تكون مرتفعة، يعني حجم النواة نسبة لحجم السيتوبلازم يكون اكثر من الحالة الطبيعية. بالحالة الطبيعية عادة ربع او سدس يعني نسبة النواة الى السيتوبلازم، بينما الانسي ريشيو بالخلية السرطانية قد يبلغ النصف او احيانا واحد الى واحد، يعني قد اكو سيتوبلازم قد اكو نواة. فكلما ارتفع الانسي ريشيو كلما يعني زاد الشك بانه هو هذا مالجنت تيومر. اثنين ثالثا variation in the shape and abnormal chromatin clumping and distribution، يعني اكو اختلاف في الشكل و
توزيع الكروماتين داخل النواة. النواة بشكل عام لازم تكون يعني هوموجينوس كروماتين ديستريبيوشن، يعني الكروماتين الموجود داخل او المادة الوراثية الموجودة داخل النواة يجب ان تكون موزعة بشكل متجانس وبشكل هوموجينوس وبشكل يعني متساوي. من يصير عندنا اختلاف في التوزيع، يعني مناطق فيها كروماتين كثيرة ومناطق ما فيها كروماتين، ممكن يسوي لي بعض اشكال الكليرنج او بعض اشكال الكلامبنج مال الكروماتين، هذا ايضا يمشي مع الخليه السرطانيه، اضافه الى وجود النيوكليولاي او نويه كبيره. هذا بشكل عام يعني قد يكون موجود في بعض الحياه الغير سرطانيه، لكن ايضا يتماشى هذا مع اكثر مع الخلايا السرطانيه. زين، اذا اضافه الى البليمورفيزم والابنورمال نيوكليار مورفولوجي عندنا ايضا الميتوسيس اللي قلنا عليه. ميتوسيس يعني شنو؟ يعني انقسام الخلايا. فمن يكون عندي خلايا تنقسم باستمرار يعني بكثره، بالسلايد عندي اكثر من خليه قاعده تنقسم، هذا يعطيني indication انه هذا النسيج هو نسيج يتكاثر بشكل كبير او بشكل متسارع، وهذا التكاثر الكثير او المتسارع يتماشى مع انه قد يكون ورم سرطاني. زين، قد يكون في حالات اخرى، لكن احنا كل هاي قاعد ناخذها مع بعض، احنا ما نعتمد على عامل واحد، نعتمد على عده عوامل، وطبعا تعتمد ايضا على نوع الورم، يعني اورام مثلا القولون عن اورام البريس عن اورام مثلا الاوسوفاجس عن اورام مثلا البلادر، كل واحدة فيها شيء من هذا أهم من شيء آخر. فهذا من ندرسه بالسيستميك باثولوجي راح نعرف مثلا فلان فيتشرز هي الأكثر فيتشرز تكون سبيسيفيك لهذا الورم الخبيث عن غيره. زين، فإذا وجود الميتوسيس أو الانقسام بشكل كثير، ومن يكون خاصة اتيبيكال ميتوسيس يعني انقسام غير طبيعي. الانقسام الطبيعي يكون إلى شكل طبيعي اللي هو انقسام خليتين بشكل متجانس، لكن من يكون غير طبيعي راح نجي نشوف الغير طبيعي. هذا أيضا الغير طبيعي يمشي مع الماليجنت تيومرز. الوصف of polarity جدا مهم، وهو انه الخلايا السرطانيه تتميز بانه خلايا تائهه، ما لها فد اتجاه معين، ما لها فد اورينتيشن معين. زين، خلايا كل واحد مثل ما نقول ناس تجر بالطول وناس تجر بالعرض، ما لهم يعني ترتيب معين، اتجاه معين او فد ارينجمنت معين. بسبب شنو؟ بسبب انه هاي الخلايا كل من تصرف بكيفه، فبالتالي صار عندنا loss of polarity. وكل other features خلينا نشوف بعض الاحيان giant tumor cells والى اخره. فهذا كله يتماشى مع شنو؟ مع الفيتشرز مال الخلايا السرطانيه. نجي نلاحظ مثال، هنا عندنا ورم انابلاستيك. يعني شنو انابلاستيك؟ يعني ورم غير متمايز. زين، ما بي تمايز، ما بي فد، ما نقدر نعرف الاصل مال هذا الورم. نجي ندقق في هذا الورم، نلاحظ انه الخلايا متعدده الاشكال، خلايا دائريه، ممكن نلاحظ اكو بعض الخلايا شويه طولانيه، هنا اوفال، هنا راوندد. زين، هاي خلايا كبيرة، أكو خلايا صغيرة. زين، فإذا تعدد بليومورفيزم، نلاحظ المادة النيوكلياس هايبر كروماتيك دارك، النواة درقاء. زين، والحواف مالتها أيضا الريجولار. زين، نلاحظ أيضا عندنا ميتوتيك فيجرز، عندنا عملية انقسام، وهذا الميتوتيز أبنورمال، يعني ما عندنا هالشكل انقسام بشكل ترايبولر. عادة الانقسام يكون على شكل جزئين، بايبولر ميتوتيز. من يكون ترايبولر عدة اتجاهات مثل احنا نسميها مارسيدس شيب لاي، فهذا يمشي ايضا مع انه مثل امريكان تيومر. تلاحظون ان الانسي ريشيو عالي، يعني حجم النواه القد حجم السيتوبلازم شويه اكثر، فاذا هنا نجي نقسم النواه على السيتوبلازم تطلع تقريبا اكثر من النصف، فهذا يمشي ايضا مع الخلايا السرطانيه. هنا ايضا تلاحظون انه النواه الهيتروجينوس، يعني هاي احنا نشبهها مثل إذا تذكرون قبل هاي الحجرة اللي يحكون فيها القدم، زين، يكون رف سيرفيس، يعني هذا تحسه رف، يعني من تجي تمسكه ويكون شكل رف كات سكشن أو رف أبيرانس. زين، بسبب الهيتروجينيسيتي مال كروماتين. زين، لاحظوا الخلايا ما بيها أورينتيشن معين، يعني خلايا باتجاه آخر، يعني كل من باتجاه مختلف عن الآخر. زين، هاي كلها فيتشرز أوف مالجنسي، يعني هاي الأشكال كلها تمشي انه هاي الخلايا غير طبيعيه، خلايا تمتاز بصفات خلايا سرطانيه مالجنت تيومر. الدفرنشيشن مثل ما قلنا مدى مشابهه الورم الى النسيج الاصلي، هذا كولونيك جلانز. زين، تلاحظون هاي الجلانز عندنا اذا نشا منها ورم احنا نسميه ادينوكارسينوما. تلاحظون هاي الجلانز كلش تشبه الجلانز الطبيعيه مع وجود الهايبركروميزي شويه وال يعني تلاحظون الخلايا السرطانيه اغمق من الخلايا الطبيعيه، نسميها هايبر كروميزي. زين، والستراتيفيكيشن التكاثر مالتها الاوفرلاب الموجود شويه، هذا كله يمشي مع انه هاي خلايا
سرطانية لكن مشابهة بدرجة كبيرة للخلايا الطبيعية، فسميناها well differentiated. In moderate تلاحظون لا، تبدأ النانو البولاريتي أقل، ال loss of the differentiation صار أكثر، زين شوية فقدت التشابه. يعني تجي تقول لي منو أقرب للشكل هذا، أقول لك هذا أقرب، هذا إيش يشبه أكثر، هاي قلت الشبه مالتها، زين إلى أن تصل إلى مرحلة ال poor differentiation. زين poor differentiation معناته إنه هذا ورم، يعني يا دوب احنا ميزناه ادينو، يعني يا دوب ميزناه ادينو لانه كلش يعني فقد خواص الادينو كارسينوما مالت الخلايا، الدفرنشيشن مالها قل، البولاريتي فقدت البولاريتي، الانسي ريشيو عاليه، البيومورفيزم عالي. طبعا هي هاي يعني ممكن نشوفها في نفس الورم وممكن تكون مختلفه بين ورم واخر، يعني يكون ورم كله دفرنشيتد جيد فنسميه ويل دفرنشيتد ادينو كارسينوما اوف ذا كولون. مريض اخر ايضا عنده سرطان بالقولون لكن الديفرنشيشن ماله سيء فنسميه بولي ديفرنشيتد ادينوكارسينوما اوف ذا كولون. مريض اخر قد يكون عنده ماس جزء من عندها ديفرنشيشن جيد وجزء من عندها اخر ديفرنشيشن متوسط فنسميها مثلا احيانا مودريتلي تو ويل ديفرنشيتد ادينوكارسينوما وهكذا. فاذا الديفرنشيشن هو مدى تمايز او مدى مشابهه النسيج الى النسيج الاصلي الذي نشا منه، مثل ما قلنا هاي سكويموس سيلز. وعشان عرفنا سكويموس سيلز بسبب وجود النست اوف كيراتين او البيرث اوف كيراتين مع وجود الـ يعني الويل ديفايند سيل بوردرز، زين مع هاي السكويموس ابيثيليال نست عامله مثل ايلاندز او عامله مثل شكل كتل من السكويموس ابيثيليال سيلز، زين تشبه السكويموس ابيثيليال الاعتيادي بوجود البيسمنت ممبرين حواليها لكن تسوي ديستركشن وانفيجن، وايضا بها مواصفات الخلايا السرطانيه من البيومورفيزم والانسيريشن العاليه والكيراتين بيرث الموجوده، ف it is a well differentiated squamous cell carcinoma. هذا جدا يعني موجوده بشكل يعني مو شائعه لكن موجوده بحاله البولي differentiated adenocarcinoma، يعني هاي عباره عن glandular tissue لكن تلاحظون يعني ماكو اي هنت انه يكشف انه وجود الجلانس فيها الا اذا عملنا بعض السبيشال ستينز او بعض immunohistochemical markers تكشف ان هذول glandular origin. فاذا هنا نسميها poorly differentiated، تمايز بشكل سيء ما تشبه الجلانس اللي نشأت منها. هاي حالة كمان بالكولون موجودة، ايضا موجودة بالستومك اكثر اللي هي نسميها poorly differentiated adenocarcinoma of the stomach او احيانا نسميها signet ring carcinoma. ليش سميناها signet ring؟ لانه الخلية السرطانية تشبه الخاتم، يعني هذا الفص الخاتم وهذا الخاتم بشكل اخر بشكل اوضح. زين سيجنت رينج ايضا هنا نشوف السيتوبلازم وهذا النيوكلياس بوش تو ذا بيريفري دو تو ذا ميوسين انسايد ذا سيتوبلازم. شوف عندنا بليومورفيزم يعني اكو تعدد بالاشكال، زين عندنا والريجولار نيوكليار سايز وعندنا ايضا الهايبر كروميزي وجود يعني اللون الغامق للنواه. يمكن الشيء ما موجود هو الانسي ريشيو يكون لو، يعني هنا الانسي ريشيو مو جدا عالي، لذلك احنا نعتمد على اكثر من خاصيه في الموضوع. وطبعا السيجنت رينج كارسينوما هي من the most deceiving cancers in the pathology، يعني من اكثر الاورام اللي تخدع الباثولوجيست، زين لانه شكلها deceiving، يعني واحد اذا ما يركز وما يدقق عليها يعني ممكن يمشيها على انه ماكروفيجز او على انه انفلاماتوري سيلز، لكن يدقق على النواه ويدقق على الاوتلاين ريجولار بوردرز وعلى السيجنت رينج ابييرنس هذا راح يعني تنطيه هنت انه هي مالجننت ويضطر يعمل اميون ماركرز وغيرها من الفاسيلتيز. وايضا وجود الميوسين داخل المالجننت سيلز هذا ايضا يمشي مع انه هاي الخلايا كانت اوف جلاندولار اوريجين. زين فهذا كله بالنسبه للكاركترستكس بالنسبه للبيناين اند مالجننت كونديشن. هسه نجي يعني نكشف شنو هي البري مالجننت كونديشنز، يعني شنو هي الحالات اللي تسبق حدوث السرطانات. زين pre-malignant conditions بمعنى conditions having high risk of association with cancer، يعني شنو الأشياء اللي كانت موجودة عند المريض قبل ما يصير عنده malignant tumor. مين يجي عادة؟ عدة أسباب أو عدة أشكال، من ضمنها malignant change in some benign tumors. إذا مو كل ورم حميد يتحول إلى ورم خبيث، وإنما بعض الأورام الحميدة قد تتحول إلى خبيثة. من مثال عليها هي colonic adenomatous polyps أو النتوءات الموجوده بالقولون هذه مثل فيلوس ادينوما او الفاميلي ادينوماتس بوليبوسس اوف ذا كولون، هذه ممكن تصير معها ادينوكارسينوما اوف ذا كولون. مثل ما شفنا هذول البوليبس بالمحاضره السابقه هي عباره عن نتوءات او زوائد لحميه بالقولون، من المهم يتم استئصالها لانه في كثير من الاحيان تتحول الى سرطان. زين
واكو حاله وراثيه راح نجي ايضا ناخذها في المحاضرات القادمه، اللي هي حاله الفاميليال ادينوماتس بوليبوسيس، يعني عمليه وجود عدد هائل من البوليب داخل القولون. هذا المرضى يكون عندهم هاي ريسك اوف كولونيك كانسر. فاذا بعض البناين تيومرز ممكن تتحول، لكن هذا مو يعني انه كل بناين يتحول. فايبرادينوما على سبيل المثال ما تتحول الى مالجنت، لكن اكو ادينوماتس بوليب اوف ذا كولون يتحول. اذا اكو انواع تتحول وانواع ما تتحول اعتمادا على نوع النسيج ونوع الورم. نيوروفايبروما احيانا ممكن تكون تتحول الى مالجنت. نيوروفايبروما هو بناين تيومر اوف ذا نيورال اوريجين وذ سم فايبرس اليمنت. هذا النيوروفايبروما ممكن تعطينا مالجنت بيريفيرال نيفشيت تيومر، تتحول طبعا خاصه للمرضى اللي عندهم شنو نيوروفايبروماتوسيس تايب 1، هذول لين عندهم هاي ريسك اوف احنا نسميه مالجنت بيريفيرال نيفشيت تيومر ارايزنج فروم نيوروفايبروما. ذا اذر بري مالجنت كونديشن هي عمليه السيفير ديسبليجيا اللي اسمها الاخر كارسينوما ان سيتو، او اسمها الاخر هو الانترا ابيثيليال مالجنسي، او ما يسمى بالانترا ابيثيليال نيوبليجيا. هالاربع اسماء هي نفس الفكره، نفس الفكرة. إذا قلت سيفير ديسبليجيا أو قلت انترا ابيثيليال مالجنسي أو قلت كارسينوما ان سايتو أو قلت انترا ابيثيليال نيوبلازم، هذا كله يعني نفس المفهوم، بس تختلف طبعا باختلاف الكتب وباختلاف الأورجنز وباختلاف يعني أنت وين تقرأ أو وين، بس كلها من تقرأها هي نفس الفكرة مالتها، اللي هي شنو هو عبارة عن ابيثيليال سيلز showing features of malignancy but they don't yet develop the ability to invade the adjacent basement membrane. يعني هي خلايا تحتوي على كل صفات الخلايا السرطانية من بيومورفيزم وهاي انسي ريشيو وهايبركروميزيا وبرومينت نيوكليولاي ولوس اوف اورينتيشن، كلها موجودة ما عدا شيء واحد وهو الانفيجن او الدستركشن للسراوندينج تشو او للبيسمنت ميمبرين. طيب اذا هاي بعدها ما موجودة احنا نسميها ورم خبيث، لكن لسه يعني لسه في بداياته او لسه ما اقترب او لسه ما تغلغل في النسيج المجاور لنا. زين، وهاي حالات كمان نشوفها في كل انواع الابيثيليا. راح نجي ناخذ الكومن اكزامبل عليها هي السيرفكس. زين، بالسيرفكس عندنا هذا السيرفكس الطبيعي عنق الرحم الطبيعي ممكن يتعرض الى تغيرات نسيجيه. هاي التغيرات النسيجيه تتدرج من المايض الى المودريت الى السيفير. زين، شنو هاي التغيرات؟ احنا نسميها ديسبلاستيك تشينجز. شنو هي ديسبلاستيك او شنو ديسبليجيا؟ بليجيا جروث والديس بمعنى disorder. فإذا هو disordered growth يعني abnormal growth، growth مخربط. زين، growth ما منتظم. زين، disordered growth in the epithelial tissue. زين، مثلا squamous epithelium of the cervix of the skin of the bronchial mucosa. epithelial tissue قاعد ينمو بشكل يعني في بعض الخطأ أو بعض disordered أو بعض disorientation of cells. فمن يكون mild عادة نشوفه فقط مثلا limited to مثلا lower third او limited to local area. من يكون moderate نشوفه more layers are involved. من يكون severe يكون all the layers are involved. كل خلايا هنا hyperchromatic، خلايا يعني high NC ratio، قد يكون فيها بعض الميتوسيس نشوفه فوق. يعني ميتوسيس من يكون بالبيزل membrane احنا نقبل فيه، لكن من يطلع الى upper layers معناته انه هاي خلايا قاعده تتكاثر حتى upper layers. فاذا الديسبليزيا قد تكون حسب الـ degree of dysplasia نقسمها mild moderate وsevere أحيانا، وأحيانا في organs أخرى نقسمها low grade أو high grade. هذا راح تأخذوها في كل organ أو في كل system. إذا أكو بي dysplasia راح ممكن يتطرقون إلى مفهوم dysplasia ودرجة dysplasia من الدرجة البسيطة إلى الدرجة المتقدمة أو severe. dysplasia من تكون severe أو من تكون high grade معناتها هي ممكن تصل إلى ما يسمى بالكارسينوما in situ أو الانترا ابيثيليال كارسينوما. يعني الديسبليزيا أو الخربطة من تكون درجة متقدمة أو كبيرة، بمعنى أنه صار عندنا ورم سرطاني لكن لسه ما منتشر. ما نسميها invasive cancer، نسميها كارسينوما in situ. زين، فإذا the regions till now they don't penetrate the basement membrane، ما اخترقت ال membrane اللي قاعدة عليه الخلية الغير طبيعيه او الخليه السرطانيه. من تكون سيفير ديسبليزيا هي معناتها خليه سرطانيه. اذا الكارسينوما ان سيتو معناتها عندي سيفير ديسبليزيا، مو مايلد ولا مودريت. من يكون عندي سيفير ديسبليزيا معناتها كارسينوما ان سيتو انفولفينج ذا فول ثيكنس اوف ذا ابيثيليوم بس ذا ليجن داز نوت بينتريت ذا بيسمنت ميمبرين. يعني كل الابيثيليوم انفولفد، كل الابيثيليوم من البيز الى التيب هو كله خلايا غير طبيعيه، خلايا تحتوي على الفيتشرز مال الميرجنسي اللي اخذناها، لكن هاي الخلايا بعدها ما مفتوح لها الباب.
ما مخترقة، ما عدا في مكانها. إذا تم استئصالها في هاي المرحلة نسبة الكيور 100%، بس هي طبعا تعتمد على دقة التشخيص زين والتشخيص المبكر، وهذا ما يعني يهدف إلى بعض المجتمعات من عمل السيرفايلنس زين أو من عمل السكرينينج بروجرام للبريست كانسر مثلا بالغرب، أو باليابان مثلا يسمون الغاستر كانسر سكرينينج بروجرام أو السيرفايكال كانسر سكرينينج بروجرام. شنو أهميته أو شنو فائدته؟ أو الكولون كانسر سكرينينج بروجرام، هاي البروجرام كلها أهميتها أنه تكشف وجود الأورام يا أما في حالة البري ماليجنت كونديشن أو في حالة الكارسينوما انسيتو، يعني بعدها ما واصلة إلى مرحلة الانفيجن، لأن هاي الأورام في هاي المرحلة علاجها أسهل زين والبروجنوزز مالها أفضل، وأيضا الكوست افكتيفنس مالها أحسن. يعني أنت ممكن تسوي تنظير وتشيل هاي الكتلة أحسن مما تقعد تسوي عملية مكلفة وكيموثيرابي والمريض يتعب والمستشفى تستهلك مواردها زين، وانت هاي ممكن كانت حلها قبل سنه او سنتين بعمليه استئصال بسيطه جدا من القولون وهكذا. فاذا كارسينوما انسيتو ممكن نشوفها في اني اورجان من ضمنها السكين والبريست الى اخره. اذا كارسينوما انسيتو او الانترابيثيريال نيوبليزيا هي all features of malignancy except basement membrane invasion، مثل ما قلنا اذا عوجت فاذا او لا او اذا لم تعالج ممكن تتحول الى invasive cancer، واذا عوجت يخلص منها المريض ويخلص من شرها. إذن once the tumor cells break the basement membrane من هاي خلايا سرطانية اخترقت the basement membrane يتحول اسمه إلى invasive cancer، صار عندنا ورم يعني مخترق أو invasive tumor أو ورم انتشر في المكان اللي هو موجود فيه. زين هذا نشوف السيرفكس، هذا عندنا basement membrane مال السيرفكس زين فيها خلايا غير طبيعية تختلف عن يعني ماكو ديفرنشيشن بالسكن او بالميكوزا الاعتياديه، تكون خلايا بيديلويد وبالسيرفيس تكون يعني ماتشور سيلز. هنا خلايا غير طبيعيه وفيها هذا الميتوسيس، لاحظون في الابر لايرز، لاحظون هنا عندي ميتوسيس انقسامات الخلايا ميتوسيس، عندنا الهيتروجينوس يعني كروماتين ابييرنس زين، الاورينتيشن مال الخلايا هنا ضايع شويه، تلاحظون خلايا باتجاهات مختلفه، هاي احنا نسميها كارسينوما إن سيتو لأنه لسه ما مخترق البيت في الممبرين، فإذا هو سرطان لكن لسه سرطان في موقعه. زين الحالات الأخرى اللي ممكن تنشأ منها التيومرز غير البناني تيومرز وغير السيفير ديسبليزيا، يعني سيفير ديسبليزيا من الحالات اللي إذا لم تعالج ممكن تتحول إلى سرطان. أيضا البناني تيومرز، بعض البناني تيومرز إذا لم تعالج تتحول إلى سرطان. بعض الكرونيك انفلاماتوري كونديشنز ممكن تسوي سرطان، نعم ممكن لكن مو كلها، ايضا تعتمد على الاورجان وتعتمد على السيتويشن. فالكرونيك دامج اند ريبير ممكن يحفز حدوث الورم السرطاني، من ضمنها مثلا مرضى الالتراتيف كولايتس ممكن يصير عندهم ادينوكارسينوما اوف ذا كولون، عندنا الهاشيموتو ثايرويدايتس ممكن يصير عندهم لمفوما بالثايرويد او حتى البابيلاري كارسينوما بالثايرويد نتيجه الهاشيموتو ثايرويدايتس، الكرونيك هيباتايتس التهاب الكبد اذا خاصه هيباتايتس بي او سي، بعض المرضى يصير عندهم ليفر سيروسيس وبعضهم يتحولون الى هيباتوسيلولار كارسينوما، الريفلكس اوسوفاجايتس زين اللي عندهم ارتداد المريء يتحول عندهم ميتابليجيا الى بارس اوسوفاجوس وحتى الاوسوفاجيال كانسر، والاولد بيرن ممكن يتحول الى سيكوين ماستر كارسينوما. يعني من تقرا بالكتاب يقول لك شنو يعني الرابط بين الكرونيك انفلاميشن والكانسر، انه الكرونيك انفلاميشن احيانا يحفز الريبير يحفز الهيلينج، وبالهيلينج ايش قاعد يصير عندي؟ قاعد يصير عندي جروث اوف سيلز، وهاي growth of cells انت مثل ما يعني قاعد تحفز خلايا على النمو، وهاي الخلايا اذا تعرضت الى اي خطأ او الى اي مشكلة خلال عملية النمو ممكن يصير فيها malignant change، تتعرض الى mutation او طفرة خلال عملية تكاثرها وتتحول الى cancer. هذا لا يعني انه كل واحد عنده chronic inflammation يتحول الى cancer، لكن ممكن يصير ك complication او ك risk factors. وايضا امثلة اخرى ممكن تشوفوها اللي مثلا pancreatitis ممكن يصير pancreatic cancer، الاوستيومايلايتس احيانا نسوي لنا كارسينوما بالدرينينج ساينوسس، سيرفيسايتس ايضا سيستايتس، هاي كلها راح ايضا تعرفون عليها في محاضرات السيستميك باثولوجي. زين الاذر فاكتورز اللي ممكن تؤدي الى الكانسر او تعتبر في مالجنت كونديشن احيانا الميتابليجيا زين، وايضا الديسبليجيا بالبرونكال ابيثيليوم اللي نشوفها بال smokers ايضا risk factor for lung cancer. lung cancer patients ممكن قبل ما يصير عندهم lung cancer عندهم metaplasia تحول بالepithelium مثل ما اخذته في محاضرة metaplasia من النورمال epithelium الى squamous epithelium. ايضا الاندوميتريال هايبرplasia زين ان women بعض الحالات يصير عندهم تفخن في بطانة الرحم
نتيجة شنو؟ نتيجة الـ unopposed estrogen stimulation. هاي قبل ما تصل إلى مرحلة 50 سنة أو 55 سنة ممكن يصير عندنا فقط استروجين without progesterone without يعني unovulatory cycle. زين، فالاستروجين استروجين استروجين بشكل متكرر بدون البروجستيرون راح يسوي يعني growth بالإندوماتريال تيشو. زين، وهذا الجروث بالإندوماتريال تيشو ممكن يعني يكون limited لفترة ويروح، ممكن يتعالج، لكن في بعض الأحيان ممكن يتطور إلى كانسر فيسوي لنا إندوماتريال كارسينوما، إضافة إلى الليكوبليكيا اللي أيضاً عبارة عن هايبرفيجيا بالأورال كافيتي أو بالفالفا أو البينوس which may progress with squamous cell carcinoma. إذن هذا كل ما يتعلق باللوك أو pre-malignant condition. نجي ناخذ الموضوع الأخير في محاضرة اليوم وهو local invasion والميكانيزم of tumor spread. مثل ما قلنا بأنه الأورام الخبيثة لها قابلية عشانه الماليجنت تيومرز أو الكانسر قادرة على الانفيجن والدستركشن دل surrounding tissue، يعني قبل ما تنتشر إلى organs أخرى هي قاعد تحطم وتخترق الأنسجة المجاورة. زين، بينما البنان تيومرز مثل ما قلنا they are cohesive expansile and remain localized without invasion or destruction. إذن عملية الانفيجن للماليجنت تيومر سيلز راح تسمح لهم بالانتشار إلى blood vessels والlymphatics والbody cavities، وهذا ما يسمح لهم بالميتاستاسيس. يعني ورم خبيث قبل ما ينتشر إلى أورام أخرى هو قاعد شي يسوي؟ قاعد يخترق النسيج اللي هو قاعد فيه، قاعد يتغلغل ويعني يدخل ضمن النسيج اللي هو موجود به ومن ثم ينتقل إلى أنسجة أخرى. زين، فكيف راح تتم عملية اللوكال انفيجن؟ زين، كيف تبدأ عملية الاختراق للنسيج اللي هو قاعد فيه؟ فتبدأ أول شيء بعملية الريدكشن بالسيل أدهيجن. تبدأ الخلايا السرطانية تفقد شنو التلاصق اللي بينها، تفقد الاكسبريشن فور اكزامبل اوف ايكاديرين مولكيول. ايكاديرين هو من نوع المولكيولز المسؤوله عن الادهيجن او التلاصق بين الخلايا. من تفقد الخلايا السرطانيه تفقد التلاصق بيناتها راح تصبح خلايا حره ما مرتبطه مع بعضها. زين، فهذا نسميه ريدكشن اوف ادهيجن. ومن ثم راح يصير عندنا انفيجن للبيسمنت ميمبرين، انفيجن للستروما. اذا الخلايا السرطانيه راح تفقد التلاصق بيناتها ومن ثم تخترق منه، تخترق البيسمنت ممبرين وتخترق الستروما، تبدي تخترق وتتغلغل وين؟ بالبيسمنت ممبرين او بالستروما. بعد ما تفقد التلاصق بينها تصبح خلايا حره، تبدي تخترق القاعده او النسيج اللي قاعده عليه هاي الخلايا، احنا نسميه بيسمنت ممبرين، ومن ثم الستروما اللي هي كونكتيف تشو اللي تحت المالجنت تيومر سيلز. فاذا كانسر سيلز ويل اتاش تو ذا بيسمنت ممبرين ومن ثم ذي برودوس انزيمز ذن تو invade the stroma of the tissue. وآخر شيء tumor cells can mobilize. then راح تتحرك كأنه تحتوي على pseudopodia أو أقدام كاذبة. then اللي عن طريقها راح تنمو هاي الخلايا السرطانية وتتغلغل. then طبعا بتأثير growth factors و stromal components and cytokine. هذا المخطط يميز هذا الموضوع. لاحظون هنا أكو adhesion بين الخلايا. فأول نقطة تقوم فيها الخلية السرطانية إنه تكسر الadhesion، تكسر الأواصر الموجودة بينها وبين الخلايا المجاورة لها، فتفقد الأدهيجن loosening of the intercellular junctions. ومن ثم راح تبدأ بعملية invasion of the basement membrane، تبدي تحطم الconnective tissue اللي تحتها. هذا basement membrane تبدي تحطم، تفرز factor، تفرز enzymes اللي مسؤول عن destruction of the elements أو destruction of the connective tissue اللي تحتها. ومن ثم راح تبدأ بعملية شنو؟ اختراق للأنسجة اللي تحتها. زين، راح تبدي مثل تمد أقدام كاذبة أو سيدوبوديا. زين، مع الفاكتورز هذه والسايتوكاين تبدي عملية الماجريشن والإنفيشن. إذن أول مرحلة إنه تفقد اتصالها مع الخلايا الأخرى، ومن ثم تبدأ في الدستركشن للبيسمنت ممبرين والإنفيشن، ومن ثم تمتد من عندها بعض السيدوبوديا أو الأقدام الكاذبة التي تسهل حركتها، تبدي عملية الميجريشن أو عملية التحرك باتجاه اختراق الستروما. يعني هنا الابيثيليوم احنا نسميه، وهذا البيسمنت ممبرين، وهاي الستروما يعني كونكتيف تيشو اللي تحتها. من تبدا تخترق البيسمنت ممبرين راح تدخل الى داخل الستروما مال النسيج الموجود في الورم السرطاني. اذا اول مرحله هي عملية السبريد او اللوكال انفيجن. اذا هسه هي من تبدي تخترق وتدخل الى الستروما شلون راح تعيش؟ تحتاج الى بلاد فيزل. زين، تحتاج الى بلاد فيزل. هل تكتفي فقط بالبلاد فيزل الموجوده؟ لا، ما تكتفي، لانه هي خلايا سرطانيه تحتاج الى دم بشكل كثير، تحتاج الى اكسجين، تحتاج الى
تغذية جيدة حتى تتكاثر وتستمر بالتكاثر مالتها. فإذا تحتاج إلى عملية الانجيوجينيسيس اللي هي نيو بلاد فيزل فورميشن اللي تصير عادة احنا نشوفها بالكرونيك انفلاميشن واخذناها بالجراليشن تشو يصير عندنا ايضا انجيوجينيسيس. لكن اللي يفرق عن هذا الانجيوجينيسيس انه بالحالات الكرونيك انفلاميشن او بالريبير هو كنترولد، عملية مسيطرة عليها و يعني عملية منظمة، ويعني بعد ما يكتفي الحاجة من عندها تختفي المبذر وتروح. بالتيومر لا، انه راح يحفز وجود انجيوجينيك فاكتورز زين فاي تيومر سيلز تفرز هاي الفاكتورز اللي تحفز الفاسكولار اندوثيليال جروث فاكتورز والفايبروبلاستيك جروث فاكتورز حتى تكون النيو بلاد فازلز زين. فاذا راح تفرز بروتوليتيك دايجستين اوف ذا بيسمنت ممبرين اند ذن مايجريشن اوف ذا اندوثيليال سيلز زين از سوليد كورز، راح تجي خلايا بلاد فازلز كاندوثيليال سيلز از كورز، ومن ثم يصير فيها بروليفريشن and formation of a new blood vessels with a new lumen. تتكون تجاويف داخل هاي الاندوثيليال سيلز حتى تكون أوعية دموية جديدة. هاي الأوعية الدموية طبعاً راح يستفاد منها الورم السرطاني من ناحيتين. الناحية الأولى إنه راح توفر له تغذية جيدة وتوفر له تغذية ممتازة حتى يستمر بالنمو والتكاثر. الناحية الثانية راح يستفاد منها حتى يخترقها، لأنه هي تكون خلايا يعني أوعية دموية جديدة تكون poorly formed basal membrane، يعني تكون يعني أوعية جديدة وتكون ما تكون متينة، تكون فيها يعني ضعيفة هاي الأوعية الدموية. فبالتالي الخلية السرطانية قادرة على اختراقها بشكل أسهل مما تخترق وعاء دموي كان موجود يعني بالنسيج يعني قبل وجود الورم. فإذا الخلايا السرطانية قادرة على اختراق هاي الأوعية الدموية ومن ثم الذهاب مع الدم. راح تمشي هاي الخلايا السرطانية وين راح تمشي؟ طبعا هي تمشي ك group of malignant cells، راح تروح عن طريق الدم الى شنو الى 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 نسيج اخر زين. فيصير عندنا establishment of a new colony، راح تجي مستعمره جديده في نسيج اخر زين. فيصير عندنا cellular proliferation and development of a tumor blood supply by stimulation of angiogenesis as previously described، راح يروح الى organ اخر ويستوطن في ذلك الorgan يكون له blood vessel ويستفاد ايضا من التشو الموجود في عملية نمو النسيج السرطاني. فإذا أول مرحلة هي عملية اختراق البيسمنت ممبرين، ومن ثم يدخل إلى الستروما يكون له نيو بلاد فازلز. هاي النيو بلاد فازلز راح تغذي الورم السرطاني، بنفس الوقت راح تخلي الخلايا السرطانية قادرة على الهجرة عن طريق هذا الدم إلى أن يذهب إلى نسيج آخر. بالنسيج الآخر أيضا راح يكون له أوعية دموية وراح ينمو كمستعمرة جديدة. ايضا هاي نفس الفكره، ورم سرطاني انتقل للدم ومن ثم بعد ما يرحل بالدم راح يروح الى مكان اخر نسميها ميتاستاتيك ديبوزيت زين. بالمكان الاخر هذا راح ايضا يكون اوعيه دمويه وبالتالي راح ينتقل عن طريق الدم الى اماكن اخرى. فاذا المرحله الاولى مرحله الانفيجن، بعدين الانجيوجينيسيس، بعدين الفاسكولار انفيجن، ومن ثم الاستابليشمنت اوف نيو كولوني. هاي هي ميكانيكيه السبريد، يعني هاي الميكانيزم الطريقه التي ينتشر فيها الورم من مكان إلى مكان آخر. طبعا هذا يعني من ينطبق على الأورام السرطانية وليس الأورام الحميدة. أورام الحميدة لا تعمل الميتاستاسيس، never ever metastasize، بينما الخلايا السرطانية ممكن تنتشر وتكون لنا metastasis أو secondary tumors. Then that's the site at which these tumor cells leave the capillaries to form secondary deposits. يعني هي خلايا قاعدة تمشي بالدم، ليش توقف بالليفر أو ليش توقف باللنج أو ليش توقف بالبرين أو ليش توقف مثلا في مكان آخر. السايت أوف ميتاستاسيس على إيش يعتمد؟ أولاً يعتمد على عامل الأول هو البرايمري تيومر وين. إذا البرايمري تيومر بالكولون فالدم مال الكولون يروح للليفر، فمن الطبيعي أو من اللوجيك إنه يذهب إلى الكولون. إذا عندنا مثلاً برايمري تيومر قد يكون باللنج، قد يكون هذا البرايمري تيومر باللنج يروح للبرين لأنه قد يروح عن طريق الدم إلى القلب ومن القلب راح يذهب إلى البرين وهكذا. فإذا يعتمد على البرايمري سايت أوف التيومر. النوع الشكل الاخر مثل ما قلنا هو الباسكولار درينج زين، يعني الباسكولاريتي مال البرايمري تيومر وين تروح زين. اذا كانت باللنج او بالليفر هي الموست كومن سايت، فلذلك تلاحظون دائما الميتاستاسيس وين يكون بالريتشلي باسكولارايز اورجان مثل الليفر مثل اللنج مثل البرين. هذول الاورجانز اللي يستقبلون دم بكميات كبيره ويستقبلون درينج من الاورجانز بكميات كبيره. العامل الثالث وهو التروبيزم. يعني شنو تروبيزم؟ يعني اكو اورجانز تحب اورجانز اخرى زين، يعني اكو اورجانز لها قابليه على ان تستوطن في اورجانز معينه مثل البروستاتيك كانسر زين يحب يروح للبون. اكو في نوع من انواع
كيموكينز او من انواع الكيميكال ميدييتورز اللي تعمل كادهيجن موليكيول بين الخلايا البروستات وبين خلايا البون. فبالتالي البروستاتيك كانسر ايضا من التيومرز اللي تروح الى البون بسبب التروبيزم. اذا يعتمد على البرايمري تيومر لوكيشن، يعتمد على الفاسكولاريتي اوف ذا تيومر او درينج اوف ذا تيومر، يعتمد على عمليه التروبيزم. لكن في النهايه هو طبعا التيومر راح يعني حيترك مكانه الاصلي، ويعني طبعا جزء من التيومر موجود في مكانه الاصلي، جزء من التيومر راح يذهب ويرحل عن طريق الدم ويستوطن في مكان اخر. That's it about the second lecture. ايضا ناخذ فدرس للساعه 11 اعتقد، يعني ناخذ بس محاضره واحده يكفي لانه